السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله عندي لكم فيديو منوع، في شوية في الكوزينة وشوية خارج الكوزينة، إن شاء الله يعجبكم وتستفدوا منه. قبل ما نبدأ في الفيديو وقبل ما نشرح لكم يعني شنو كنعمل، غنحاول أنني نعطيكم أو نشرح الأسباب اللي جعلتني نبتعد على اليوتيوب هاد الشهرين هادي تقريبا، يعني الفيديوهات اللي حطيت قلال بزاف. فهاد الاسباب هادو او هاد الظروف يعني ما كنتش عواله انني نقاطع، يعني غير ظروف كتوقع من بعد كنعجز وما كتبقاش الجانه ديال التصوير، مع انني كيعجبني بزاف نصور. المهم، من بين هاد الاسباب هادي انني كنت بديت شي اصلاحات في الدار، يعني مع الروينه وداكشي يعني ما كيبقاش الخطب. ومن بعد جوانا شي ضياف، من بعد الضياف رجعت لهذيك الاصلاحات، وللاسف مرضنا شويه في الدار، ماشي الكوفيد ولكن واخا يعني ملي كيمرض الانسان ما كتبقاش الطاقه وما كيبقاش يعني الوقت وهكذا الجانة ديال التصوير. فهادو هما الاسباب، ولكن اليوم قلت وخصوصا الانسان ملي كينقطع مده طويله ما كتبقاش هذاك النشاط وباغا نصور هادي، صافي كيولي فحال الا شي حاجه خصك تعمل فيها مجهود وخصك يعني تضغط على راسك باش ترجع لها. فهادو هما الاسباب الاساسيه. فاليوم ان شاء الله قلت غادي نصاوب المونتاج لهذا الفيديو هذا وغادي ننشره، فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تكون فيه شي افاده ان شاء الله. فالجزء الاول ديال الفيديو كيف ما كتشوفوا فيه التقضيه، داكشي العادي اللي كناخذو دائما، لي بات ملي كيكون عندي انا لي بات هكذا في نفس الحجم كنخلطهم، يعني ما كاينلاش يبقى كلش يعني كل قرعه فيها شويه، لان نفس الحجم راه كيطيب في نفس الوقت. ولي بات الكبير راه كنعملو مع الكبير. ايضا حتى الكسكسو خديت منه هذيك العلبه الكبيره، واخا انا ما كنعملش الكسكسو كل جمعه ولكن كيبقى هكذا، الا تشهيتو شي مره كنلقاه. بالنسبه لهاد القراعي هادو ديال الزاج راه هما يعني كاينين موجودين كيتباعو في ايكيا، تقريبا هذه اللي طويله كتهز كيلو ونص ديال الكسكسو، بالنسبه لي بات الكبار كيتهز غير نص كيلو. فكيف ما كتشوفوا هنايا خديت حتى هذوك لي بات صغيورين اللي عملتهم في القراعي الصغار، هذوك كيصلحوا لك ديال الشوربات خصوصا دابا البرد والليالي، وكاين الناس كيمرضوا الله يبعد علينا وعليكم المرض، كتصلح هكذا الشوربات ديال الخضره نزيدو فيهم شويه ديال لي بات. ايضا هادو ديال بابيون كيصلحوا في السلطات مع الخضره، يعني مفوره او مع الخضره مسلوقه. طبعا القطاني من الضروريات ديال الفصل ديال الشتاء، الحمص، اللوبيا، العدس، البيصاره. ايضا انا في الحقيقه كيعجبوني، واخا اغلبيه ديال الوليدات ما كيعجبهمش هادشي ديال القطاني، ولكن ضروري من الراي ديالي ضروري نطيبوهم على الاقل مره في السيمانه، هكذا كيتعودوا عليهم، يعني كتولي حاجه يعني معودين عليها. اما الا ما طيبناهمش نهائيا صافي كيكبروا هكذا ما كيبقاش عندهم مهمه داكشي ديال القطاني، ولا صافي ما كيبقاش الا ما كانش كيعجبهم غادي يبقى هذاك هو الحال ديالهم. كنعقل حنا ملي كنا صغار، ما عرفت واش قلت لكم هادشي من قبل ولا لا، ملي كنا صغار بزاف ديال الاشياء ما كناش كناكلوهم ملي كنا صغار، بحال البطاطا الحلوه، البطاطا القصبيه، اللافت، العدس. انا اللوبيا دائما كتعجبني، ولكن ملي كيكبر الانسان كيولي كيعجبو هذاك الشيء اللي كان كيشوفو في الصغار ديالو. فاين ما كانوش والدينا كيطيبوه، راه حتى حنا يعني ملي غنكبروا ما غاديش يبقى يعجبنا، يعني ما ماشي شي حاجه موالفينها، هادشي اللي بغيت نقول. فبالنسبه للطحين، انا عندي الطحين ديال الخبز هذا كناخذو غير الحلوى. بالنسبه للمسائل اللي كنستعملها هكذا في الشلاضه، غنعملها في واحد الصاك كاملين مجموعين، لانني في بعض الاحيان كننسى شنو عندي. فالا بغيت نصاوب شي شلاضه ما كنلقى، يعني بحال دابا لافوكا نقدر نعملها في الثلاجه الا ما شفتهاش نساها ما كنعقلش شنو عندي. فخديت هكذا واحد الصاك غنجمع فيه لافوكا، هاد طوماط سوريز، البصله الحمراء، الخس،
اي حاجه يعني ممكن نعملوها هكذا في الشلاضه اللي طريه غنجمعها هنايا باش ما ننساش. غناخد واحد الصاك كبر من هذا غنجمع فيه كل شيء. فهاد لاطوم هاد لي طوماط سوغيز ولا هاد المطيشه الصغيره لقيتها كتباع ديال المغرب هنايا، فخديت منها هاد الكميه هادي. فهنايا جمعت مطيشه ديال الشلاضه كيف ما قلت لكم، البصله هاد البصله هادي كانت بقات لي من شحال، هادي لافوكا، الخس، اي حاجه ديال الشلاضه عملتها في هاد الصاك هذا وغنحطها في الثلاجه. ملي نبغي نصايب الشلاضه نجبدو كامل يعني نعرف شنو عندي بلا ما ننسى. حتى الخيار صوبتو معاهم وصافي، غنحطهم هكذا في الثلاجه. هنايا خديت واحد قلت تقريبا واحد الكيلو ديال اللوبيا الخضراء، وكيلو ونص تقريبا ديال البطاطا القصبية. هاد البطاطا القصبية كتجي غزالة في الطاجين ديال الدجاج، وطبعا اللوبيا الخضراء كتجي زوينة يا اما في الشلاضة هكذا مسلوقة مع البطاطا، ولا طيبة في مريقة ديال اللحم. حقيقة انا ملي مشيت نسخر نسيت هادوك هاد السيكان هادو اللي كيتحتاجو في السخر يعني بلا ما نستعملو الاكياس البلاستيكية، نسيت ما ديتهمش معايا واضطررت انني نستعمل الاكياس اللي كي الموجودة في المحل. فغادي نخويهم في هاد ال في هاد لي ساك هادو وغنحطهم في الثلاجة. بالنسبه للمطيشه اللي بقى هكذا قاصحه وجديده كنعملها هنايا في هذه السله هذه، لان الثلاجه عندي صغيره. ومطيشه اللي بقات عندي من المره من المره السابقه اللي تسخرت ولا اللي بدات كطيب كنعملها في الثلاجه هكذا باش ما كتفسدش دغيا. بالنسبه للخيزو انا عاده كنشري هذاك اللي في البلاستيكه كيكون فيه تقريبا واحد الكيلو، ولكن بان لي هذا زوين يعني باقي فيه هذاك هذيك الخضره ديالو اللي الفوق، فقلت غادي يكون باقي طري هذا احسن، فخديت منه هاد هاد القبطه هذه. طبعا غادي نقطع هذاك الخضوريه اللي الفوق كامله لانها كتخماج هكذا وممكن تفسد لنا الخيزو، فغادي نقطع هذيك الخضوريه كامله وغادي نجمع خيزو في بلاستيك ولا في شي ساك وغنملو في الثلاجة. ايضا هاد العلبه ديال الشامبينيون غنخليها فحال هكذا، غنحطها في الثلاجه بهاد البلاستيك ديالها اللي شريته به. خديت ايضا واحد الصاك ديال البطاطا كنظن فيه وقيله شي 10 كيلو ديال البطاطا، وهي مخلطه ما بين صغيره متوسطه وكبيره. فالكبيره كنعملها في الجنب والمتوسطه كنعملها في الوسط والصغيره كنعملها في الطرف هكذا، باش يعني هذيك الصغيره كتحتاج وقت في التنقيه، الا كان ما كانش عندي الوقت كنستعمل الكبيره، الا كان عندي الوقت كنستعمل هذيك الصغيره. غنستفهم حتى هما في هاد فهاد السله هذه. باقي عندي شويه ديال البطاطا الحلوه غنحطها حتى هي من الفوق. البصله غادي نشوف واش يكما بدات كترطب شي وحده ولا شي حاجه، وصافي غادي نرد هاد السله هادي بلاصتها. كنحاول انا نغطي هاد السلات هادو بشي طريف ديال الثوب، كنلاحظ انهم كيبقاو مده اطول يعني فحال الا هذاك الضوء كيساعد انهم دغيا كيطيبوا، فملي كنغطيوهم كيدوموا مده اطول. بالنسبه للاشياء الاخرى اللي خديت، هاد الصوص طوماط دائما كناخذها انا، كتنفعني في البيتزا في لي بات،
ولقيت هذا الطون هذا اللي مش حال هذه ما لقيتوش، كانوا ما بقاوش كيجيبوه، ولكن للاسف ماشي في حال اللي كان شحال هذه، شحال هذه كان النوعيه ديالو احسن من هذا. خديت شويه ديال الفروماج، الروح ديال الماء ديال الزهر، وخديت ايضا لاغوم او لا الروح ديال التوت او الفريز. خديت هذوك الفواكه المعلبه اللي كيكونوا هكذا طريفات صغيورين بحال اللي معسلين، هما طريفات صغار، والناباج كيتصلح هكذا في الا صوبنا شي كرواسا ولا شي مخبوزات هكذا حلوين ولا طخت ولا شي حاجه. هادو هما الفواكه اللي قلت لكم عليهم، وهاد لي سوريز هادو حتى هما كيصلحوا في الحلويات، خصوصا دابا يعني الوقت ديال الحلويات وديال لي طاخت وصل. بالنسبه لهاد القرعه هادي ديال الياغورت، طيحته وتهرس لي من التحت، فغادي نخويه في هاد القرعه ديال الزاج. من الاحسن طبعا انكم تخليوها في العلبه ديالو، هكذا كنقللو من النسبه انه يفسد او يخسر. كاين للاسف كيف ما قلت لكم طيحته وتهرس من التحت، فغادي نعملو في هاد القرعه ديال الزاج. وتما كنبقى لي شويه ديال الهريسه وشويه ديال الزيتون، عملتهم في داك القراعي الصغار على المنف في الثلاجه. بالنسبه للزعفران اللي كنت خديت، لقيت هذيك القريعه ديال الكونفيتير صغيره، غادي نجمع فيها هاد الزعفران هذا، حسن ما يبقاو في هاد القراعي هادي او هاد البكيات ديال البلاستيك. اولا صعب اننا نحلوهم، ثانيا ممكن يتحلوا غير بوحدهم ويتهرق هذاك الزعفران، هكذا كيبقاو محافظين في هذه القريعه هذه. هنايا عندي الخرقوم، سكنجبير والابزار، غنعملو هكذا في قراعي ديال الزاج. اذا خديت واحد الكيلو ديال الزبده. بالنسبه للزبده الا بغيتو تعملوها في المجمد، يعني قطعوها بحال هكذا وجمعوها في المجمد، ولا بغيتو تعملوها في الثلاجه ممكن تقطعوها هكذا وتعملوها في الثلاجه، راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه، غير نحاولوا اننا نصبوها في شي قرعه دي او هكذا واحد العلبه ديال الزاج اللي تكون نقيه ومعقمه. ومنين نبغيو ناخذو طريف ناخذو هكذا بشي موس يكون نقي. بالنسبه للدجاج، خديت واحد جوج دجاجات بلديين وصدوره ديال الدجاج، هكذا كينفعوا في الوجبات السريعه خصوصا اللي عندهم الاولاد. كنغلفهم هكذا كل طرف بوحديته. بالنسبه للقزبر المعدنوس والكرافس، غسلتهم مزيان دابا راه الليل، غسلتهم مزيان خليتهم يستقطروا مزيان مزيان، ودابا راه الليله الليل غدا حتى نشفوا مزيان. عاد نقطعهم هكذا، غندوز عليهم الموس بالزربه، وغادي نجمعهم في المجمد، لان شحال من مره كنحتاج القزبر المعدنوس وما كيبقى ليش وما كنلقاهش اصلا في المحلات اللي حدايا. نقدر نلقى المعدنوس، القزبر ما كنلقاهش، وانا في الحقيقه كيعجبني نطيب به احسن من المعدنوس. فغادي ندوز عليهم هكذا بالموس بسرعه، وغادي نجمعهم في بلاستيك ونعملهم في المجمد. الكرافس حتى هو نفس الشيء، غادي نقطعو غادي هذوك الوراق ديال الكرافس غادي نقطعهم بنفس الطريقه ديال القزبر المعدنوس. وبالنسبه للعواد ديال الكرافس غنقطعو مربعات صغار. طبعا الكرافس راهم كيصلحوا للحريره، الشربات ديال فصل الشتاء. قزبر المعدنوس راه كنحتاجوه تقريبا كل نهار، ضروري في كل يعني ضروري في المطبخ المغربي.
ملي غادي نعملهم هكذا في البلاستيكات، غادي نحاول انني نبسطهم، يعني نحطهم في المجمد نبسطهم هكذا، يعني باش ما يجيش كتلة هكذا، يعني ما يجيش صعيب، ملي نبغيو ناخدو شوية ما يجيناش صعيب، فنحاولوا اننا نحطهم هكذا مبسطين. نحاولوا ايضا نخرجوا الهواء اللي كيكون في الداخل ديالهم. ملي مشيت نتسخر لقيت عندهم واحد فحال نقولوا بروموسيون، هاد الفلفله هذه الحمراء خديت منها واحد الكميه كبيره تقريبا واحد 5 ديال الاورو. فقلت غادي نوجد هذيك الصلصه اللي كانت كتعجبني هكذا في الشرمولات ديال الحوت، ولا في حتى في لي بات، في بزاف ديال الاطباق كتجي لذيذه بزاف. هي تقريبا عامله فحال فحال الصلصة او مركز طماطم. انا عاده كنشوي الفلفله ولكن اليوم غادي نبخرها. المهم كنبخروا هاد الفلفله هذه، كنقطعوها كنحيدوا لها الزريعه وهذوك الخيوط اللي بايضين في الوسط، نبخروها. من بعد غنعملوا نطحنوها ونعملوها في مقله، نزيدوا لها شويه ديال زيت البلديه، الملحه، الابزار، الكمون، التحميره، نخليوها تطيب على المهل حتى كتنشف تماما من الماء، كيبقى غير هذاك الزيت وصافي. كنجمعوها في قريعه. فانا هادشي كله وجدته في هذيك الليله، ولا غد لي في الصباح ان شاء الله عاد غادي نكمل. لذلك غادي تشوفوني دابا غنغطيه بالبلاستيك الغذائي. واخا هكذا كميه كثيره ولكن ملي غيتبخر غادي يهبط. فانا وجدت هادشي كله وخليته حتى الغداء ان شاء الله، وغادي نكمل يعني غدا في الصباح ملي نفيق غنشعل البوطه مباشره لهاد الفلفله هادي. هادي الفلفله اللي بقات لي غادي نشويها وغادي نخليها هكذا فحال سلطه، نبقاو نجبد مره مره من يعني هكذا كطبق جانبي. يعني غنشويها وغادي نقشرها، نعمل لها شويه ديال الزيت، الملحه، الفلفله، الكمون، الثومه، شويه القزبر، كتجي لذيذه بزاف. هذا كيف ما قلت لكم لغد ليه في الصباح، راني شعلت على الفلفله بدات كتبخر. المهم الوصفه انا مشاركها معكم من قبل، نحاول نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله بالنسبه للناس اللي بغاو يجربوها. دابا غادي نخرجوا من الكوزينه غنشارك معكم هكذا تغييرات شويه درتها في الصاله، غير التغيير فقط. كيف ما قلت لكم انا كنحاول انني نصلح شويه في الدار بشويه بشويه، كنحاول انني نتعلم هكذا باش يعني الانسان ملي كيتعلم، خصوصا الا كانت في الامكان اننا نصاوبوا الحاجه لراسنا، يعني براسنا نصلحوا واحد الحاجه، ما كنعكزوش عليها فحال الا خصنا عاد نجمعوا الفلوس نعيطوا لشي واحد يصاوبها لنا. فدابا اليوتيوب فيه كل شيء، الا بغيتي تصاوب شي حاجه في دارك ممكن تصاوبها راسك، الا طبعا الحاجات اللي مهمه فحال داكشي ديال الكهرباء ولا ديال الغاز ولا ديال الحمامات، المهم داكشي يعني خصو الناس المختصين به، ما فحال الورق ديال الحيط ولا يعني الصباغه وداكشي ممكن اننا نصاوبوها لراسنا. داكشي اللي بديت كنصاوب انا في الدار هكذا ما كنعكزش، ملي كيكون عندي شويه ديال الوقت كنبدا نصلح بشويه بشويه. فهداك البيت ديال الخزين ان شاء الله نحاول نوريكم في فيديو في فيديوهات في المستقبل ان شاء الله شنو عملت. فانا بدلت له يعني كنت كنوريكم شحال هذه هذاك البيت ديال الخزين، الورق ديال الحيط ديالو صفر، وايضا الكولوار ديال الدار حتى هو الورق ديالو صفر. كنت كنقول لكم غنحاولوا اننا نصبغوا، المهم اكتشفت اننا ما يمكنش نصبغوا لان الحيط فحال نقولوا فيه فحال واحد الخشب، واحد الخشب ضروري خصو الورق. المهم انا واحد المره عرفت كيفاش نشرح لكم، قلت غادي نتعلم كيفاش نحط هذا الورق هذا ديال المطبخ. المهم قلبت في اليوتيوب وتعلمت بشويه بشويه، دابا وليت كنعرف له. المهم ماشي خبيره ولكن المهم قديت هذاك البيت ديال الخزين بدلت له الورق، واخا دابا مع المرض ما قدرتش نخرج نشري هذاك الشيء اللي خاصني، فتأجل هذاك المشروع ولا هذاك البروجي. المهم غنحاول انني نشارك معكم اللي قدرت من هذاك، المهم اللي تعلمت غنشارك معكم ان شاء الله. فما تضحكوش عليا، واخا عارفه راسي يعني ما كنعرفش بزاف ديال الاشياء، ولكن الانسان كيتعلم بشويه بشويه، خصوصا انا عزيز عليا هادشي، يعني كيعجبني هادشي ديال الاصلاح وهادشي ديال البريكولاج.
المهم دابا انا كنوريكم، كنهضر في حاجه وكنوريكم حاجه. المهم هاد الصاله هادي ان شاء الله غيجي الوقت ديالها غنبدلو حتى هي هاد الورقه تنحيدو، نصاوبو غير الورق عادي يكون سابل اللي في الشكل ديالو عامل بحال الصباغه. ولكن دابا طبعا يعني الحاله الوبائيه اللي في البلاد وداكشي، وعاد اصلا المرض والروينه وهذا، فغنخلي هاد البروجي هذا ان شاء الله فيما بعد. غنحاول غير نبدل شويه هكذا في الديكور، ننقي نخمله المهم ونقضيه حتى ان شاء الله يجي ما احسن. فهنايا كيف ما كتشوفوا قديت هاد البلاصه هذه اللي فيها الماكينه ديال القهوه، فخليت غير هذاك الشيء. دائما كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي، حاجه اللي ما كنستعملهاش ما كنخليهاش عندي، فما كنشري شي حاجه كنحيد حاجه اخرى. يعني هذا الشيء اللي كتشوفوا هنايا هو اللي عندي في الكوزينه، يعني ما عنديش شي حاجه ما كنستعملهاش غير حطاها غير ديكور. يعني هذوك الطباس اللي كتشوفوا تما راه كنستعملهم تقريبا كل نهار، و ماكينه القهوه كنستعملوها كل نهار. يعني تقريبا هادشي يعني كنستعملوه ماشي غير ديكور. طبعا هاد البلاصه هادي عملتها نبغى شي واحد يصاوب شي كاس ديال اتاي السريع، ماشي ديال اتاي المغربي ديالنا. كنت حطيت هذيك الزربيه الزرقاء في البلاصه ديال اللي كناكلو فيها، من بعد حيدتها لان جاتني كبيره شويه. المهم هاد الساعه هادي هذا هو الشكل ديال الصالون ديالي، عادي وبسيط. وان شاء الله فيما بعد نحاول اننا نصلحوها شويه، ولكن هاد الساعه هادي غنقضيو باللي كاين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش فيه هضره بدون افاده، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه، وان شاء الله نتلقاو قريبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.